شوارع المدينة الدار البيضاء بين أزقتها وشوارعها نرى رمادية المدينة. الآن نحن في الدار البيضاء مباشرة بعد رفع الحجر الصحي وإن كان بشكل غير رسمي. الداخلية الآن تتكلم على أن الحجر الصحي سيرفع رسميا يوم 10 من هذا الشهر، لكن نلحظ أن حركية المدينة بدأت قبل هذا التاريخ. ندعكم مع هذه الصور وفيديوهات لشوارع هذه المدينة الجميلة والتي تعتبر قلب المغرب النهضة. نحن الآن بشوارع حي البرنوسي. البرنوسي من أحياء التي تشع حركة بمدينة الدار البيضاء. نفس الملاحظة، هناك حركية تجاوزت زمن كورونا. إليكم الصور. شو كنترول كده النفحة. قريبا نصل لشارع أبي ذر الغفاري. الساعة تشير إلى 6:44. قبلا كنا نشاهد تقريبا الحركية متوقفة، الآن نشاهد نوعا من الحركية بهذا الشارع وبهذا الحي وبهذه المدينة. إليكم الصور. قريبون الآن من حجز أمني البرنوس. كما تحدثنا قبلا، هناك تخفيف حتى على مستوى الحواجز الأمنية. نحن الآن قريبون من عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي، أو ما يعرف عند العامة أو عند الكازاويين بالسينما، يعني المكان المخصص بالتاكسيات. كما
تشاهدون هناك حركية على مستوى المدينة، يعني حركية لم نشهدها في السابق مع ذروة الحجر الصحي. الآن نشاهد نوعا من الحركية بالمدينة، نشاهد الناس يتحركون، باعة متجولون، بعض المحلات التجارية المفتوحة، وأكيد وأيضا بعض السيارات التي تجوب، والتاكسيات وسيارات الأجرة أيضا التي تجوب شوارع البرنوسي وشوارع البيضاء. نقترب شيئا فشيئا من مستشفى يعقوب المنصور أو ما يعرف بالسريج البرنوسي. أكيد أن ساكنة البيضاء كلهم يعرفون هذا المكان. إليكم الصور، ودائما نفس الملاحظة، هناك نوع من الحركية التي لم نعهدها في السابق في ذروة الحجر الصحي. هذا السريج، هذا هو معلمة أو ما يسمى بالسريج بالبرنوسي، ومعروف هنا بالبرنوسي. متابعي ومحبي جريدة عبر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. موعدنا مع لايف آخر أو مع تسجيل آخر نجوب فيه أحياء المدينة، نعرفكم على أهم أحيائها وأهم مآثرها التاريخية. إلى اللقاء.